هل يمكن القول بأن الحوار الروسي الأطلسي الأمريكي ربما جعل ذروة الأزمة خلف الظهور وبدأت الأزمة تأخذ منحنى تنازلي، أم الأمر ما زال رهنا بفرص نجاح هذه المباحثات؟ أعتقد أن هناك مساحة من المرونة يمكن أن تبديها كل من واشنطن وموسكو. فالهدف الرئيسي من التحركات الروسية العسكرية عند حدود أوكرانيا ليست بالأساس توسيع الأراضي الروسية، وإنما هي كارت للضغط على الجانب الأمريكي في الضمانات التي تطالب بها موسكو وهي ما يتعلق بعدم ضم أوكرانيا إلى الحلف. هل نجحت روسيا في ذلك؟ الآن هناك الكثير من المخاطر والحسابات ما بين الفوائد والخسائر بالنسبة لواشنطن. هذه الضمانات تدرسها واشنطن بشكل مكثف، لكن هناك مخاطر عدة. أولا، التصريحات التي خرجت من واشنطن تشير، وأيضا من القوى الأوروبية، أنه ليس لموسكو الحق في فرض أي قيود على حلف الناتو في توسعه شرقا أو ضم دول جديدة لهذا التحالف. أيضا هذه التصريحات والبيانات لمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان بمساندة ودعم الولايات المتحدة للمادة الخامسة من حلف الناتو، وهي التي تتعلق بمساعدة الحلف بكافة أعضائه لأي دول تتعرض لغزو أو أي مخاطر عسكرية. أيضا هناك لا يواجه الرئيس الروسي انتقادات داخل في ملف السياسة الخارجية، لكن الرئيس بايدن يمكن أن يواجه ضغوطا وانتقادات في حال تم التوصل إلى تسوية ما مع موسكو حول أوكرانيا. يمكن أن يواجه بأنه تخلى عن أوكرانيا، يمكن أن يواجه بانتقادات داخلية أنه استجاب لما يعتبره الجمهوريين والديمقراطيين رئيس ديكتاتوري في روسيا، وبالتالي يمشي الرئيس بايدن وإدارته على خط رفيع في هذا الأمر. أيضا يدرك يعني هناك رغبة روسية في التوصل إلى معاهدة رسمية فيما يتعلق بعدم نشر صواريخ قصيرة المدى أو متوسطة المدى عند الحدود الشرقية لحلف الناتو. ما يتعلق بهذا التوسع العسكري وفرض قيود على توريد أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا، وهذا أيضا يلقى معارضة أمريكية. إذن حتى الآن ربما